تبلغ سليلة مولو برهان من العمر 4 سنوات، ومثل اللاعبة التنس الأسطورية التي سميت على اسم، تقول سيرينا أن والدها علمها كيف تمارس التنس عندما كانت تبلغ من العمر 2 فقط، وتقول أيضا أنها تحب اللعبة وتأمل أن تكون رياضية موهوبة في يوم ما. ممارسة التنس يشعرني بالسعادة، والدي علمني كيف ألعب وكنت أبلغ 2 عندما بدأت بلعب التنس، هذا هو المضرب ويستخدم لضرب كرة التنس. يقومون والدي والمدرب استيفانوس بتدريبي. عندما أكبر أريد أن أصبح لاعبة التنس موهوبة مثل سيرينا ويليامز وأن أفوز بمباريات متعددة. لم تتمكن سيرينا من الاستمرار في تدريبها كما في السابق قبل فرض الحصار على تيغراي لأن مضربها مكسور ولم تتمكن من إصلاحه أو استبداله، وتقول أنها لم تتمكن أيضا من الذهاب إلى الملعب لأن سيارة أسرتها لم تعد تحتوي على الوقود. ولكن الأمر المحزن هو من الرغم أن سيرينا بلغت 4 إلا وإنها لم تذهب إلى المدرسة قط. لم أذهب إلى المدرسة قط، ولكن والدي يحاول أن يعلمني في المنزل. تنقصني عدة أشياء ومضربي مكسور ولا أملك غيرها. لم أعد أأكل البيض والحليب كما اعتدت في السابق، ولذلك أنا لست قادرة على الحفاظ على رشاقتي ولا أستطيع المجيء إلى هنا بعد الآن لأن والدي يقول أن سيارتنا لا تحتوي على الوقود لجلبي إلى هنا. لقد كان والد سيرينا الذي يدعى بمولو برهان قبرهيوت مدرس رياضة، وأنه كان يرغب دائما بأن يعلم أطفاله ممارسة رياضة التنس، ولكنه لم يتوقع قط أن تكون ابنته موهوبة لهذه الدرجة. سيرينا قد من ولادة تنس كسلتنا إلى حسي سيرينا اللي. كنت أريد دائما أن أعلم أبنائي التنس، سميت ابنتي بعد سيرينا لتحفيزها على أن تكون الأفضل. بدأت تلعب عندما كان عمرها 2 فحسب وأداؤها مذهل، إنها تدهشني في كل مرة. يقول مولو برهان بينما أن سيرينا موهوبة بشكل استثنائي إلا وإنه يخشى أن الحرب الطويل ستؤثر عليها وتعرقلها من تحقيق أحلامها. هو أديسا أنا تولدة سقع خلت عمت تأشمون سكلت عمت فرعنا كذا هون أديسا أنا نيرنا. كنا نعيش في أديس أبابا في السابق، ولكننا جئنا إلى هنا لأنه كان من الصعب لأبناء تيغراي العيش هناك، وبعدما جئنا إلى هنا اندلعت الحرب من ثم تبعها الحصار، والآن لم يعد هناك مجال لنمو الأطفال الموهوبون مثل سيرينا. الملايين من الأطفال في تيغراي مثل سيرينا يجدون الصعوبة في الحصول على التعليم والأساسيات الأخرى التي سيحتاجونها لضمان مستقبل صحي وناجح، ولكن ولحسن الحظ فالأطفال في تيغراي لم يفقدوا الأمل بعد. عزيزتي سيرينا ويليامز أحبك، أأمل أنني سأحصل على فرصة لمقابلتك في يوم ما، وأريد أن أكون مثلك وأن أعمل بجد كي أكون مثلك.